من متى أنت ما تسلم على فلان؟ أي واحد، صديق، جار، صاحب، رحم، ابن عم، ابن خال، خال، عم، أخ، ابن أخ، أي رحم، من متى ما تسلم عليه؟ من ذاك التأريخ، لو من 20 سنة، من ذاك التأريخ إلى اليوم لم يرفع لك عند الله ولا ركعة واحدة. أيسعد عبد وعده الله باللعنة وقطعه؟ الله وعد القاطع أن يلعنه والهاجر أن يقطعه، فهل يسعد هذا العبد؟ أقسم بالله أن السعادة حرام عليه.